شيماء بأن اتمنى بأن الجميع يكون عندهم يعني سعة الصدر إن شاء الله. في النهاية إحنا الهدف من هذا البرنامج وطرح هذه القضايا ونوع هذه القضايا لكم أنتم مشاهدين الكرام وأيضا للرقي بعجلة التقدم والازدهار لدولتنا الحبيبة دولة قطر. نتمنى وسأزوركم شوي وخلكم معانا. إحنا في النهاية الحرقة والحرة والعصبية دائما ما تهدف لخدمة الوطن وليس لأمور شخصية والحمد لله. إن شاء الله اليوم راح تكون حلقتنا جميلة جدا فيها الكثير الكثير من المعلومات اللي تهمكم مشاهدين الكرام وبالتحديد في منطقة من المناطق اللي بالفعل راح يكون نسلط الضوء عليها.